سطر مارسيل كولر اللاعب اسمه في تاريخ كرة القدم السويسرية والعالمية كأيقونة للانتماء بعدما قضى مسيرته في الملاعب مخلصاً لنادي غراس هوبرز زيوريخ طوال 24 عاماً. شارك كولر في 507 مباراة رسمية طوال مشواره مع غراس هوبرز في مختلف البطولات مسجلاً 69 هدفاً. رغم مركزه كلاعب وسط مدافع منذ عام 1978 حتى عام 1996، تدرب كولر خلال مشواره تحت قيادة مدربين مخضرمين على رأسهم الألماني أوتمار هاتسفيلد صائد البطولات والهولندي ليو بنهاكر المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني ومواطنه السويسري كريستيان غروس. توج كولر مع غراس هوبرز بالدوري السويسري 7 مرات وكأس سويسرا 5 مرات والسوبر السويسري مرة واحدة. ويملك كولر في رصيده 58 مباراة دولية مع منتخب سويسرا وثلاثة أهداف، وشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 1996.